طبعا يا فندم، اوامر معاليك. انا حسب معلوماتي ان بيتناقش الموضوع ده في الغرفه التجاريه بقاله اكتر من ساعتين تحت امر معاليه. طبعا هبلغكم بالنتيجه. شكرا سعادتك يا فندم، مع السلامه. مالك جوزك شبرين ليه؟ بصراحه انا مش فاهم ايه لازمته روح العزا ده بتاع امبارح بعد اللي حصل ما بينك وبين سعد الدالي. الموت ملوش دعوه بالخلافات، الموت ده حاله استثنائيه، وبعدين اللي حصل كان بينك وبينه مش بيني انا وبينه. ولا انت ناسي انه كنت بتكلم باسمك؟ وهي المصلحه مش واحده معاليك؟ لا طبعا، واوعى تفكر بالطريقه دي حتى ولو بينك وبين نفسك بصوت عالي. انا المفروض بخدم الناس، ومنصبي ده معمول عشان كده. إذا اختلطت الأمور ودخلت المصالح الشخصية في مصالح الناس ووصلت الأخبار دي للمناصب العليا، ساعتها هخسر أنا الكرسي، وهتخسر أنت الحماية اللي جايالك من وراء الكرسي. وكل اللي بيلعبوا معاك فاهمين أصول اللعبة وبيلعبوها على الأساس ده، مش بيخلطوا الأوراق زي ما أنت عملت دلوقتي. أيوة خليها تدخل. هاي بابا. أهلاً الحمد لله على السلامة. هاي نوصل. الحمد لله على السلامة. جبت لنا حاجة بقى من جنيف ولا زي كل مرة؟ يا أخي خليها تاخد نفسها الأول. أنت إيه؟ قطر؟ حتى أختك مش هتقع؟ مادام جت حبيبة القلب وآخر العنقود، هبقى أنا الشرير اللي في الفيلم. على فكرة أنا كمان هسافر ماليزيا وهتبقى المعاملة بالمثل. تمام؟ يلا باي. سلام يا باشا. مع السلامة. على فكرة احنا لسه ما خلصناش كلامنا ولا عرفت أنا هعمل ايه بخصوص صاحبك اللدود. امشي يا ناصر دلوقتي، امشي بدل ما وصي عليك صحابي اللي في الداخلية يعتقلوك بتهمة الغباوة. برضو مش هسيبك غير لما ترسيني على بر. سلام يا باشا. أخوكي ده ريزل، وإحنا لينا غيرك نتدلع عليه. بس هو دلع ومرق. المهم يا حبيبتي طمنيني، أنت انبسطتي في جنيف؟ آه قوي. إيه برضو مفيش ولا واحدة فيهم؟ هقول لحضرتك حلو، للأسف يعني ولا واحدة فيهم شبهها حتى. عموما لسه بدري قوي على ما نيأس يا سعد بيه. أنا آسف إني تعبتك على الفاضي. لا مفيش تعب ولا حاجة، ده شغلي، وبعدين انا هبقى تابع مع حضرتك تاني. اشكرك بعد اذنك. اتفضل. اشكرك. من غير مقدمات، احنا محتاجين حد يحل محل المستشار محمد سلامه الله يرحمه. ولما اتناقشت انا ورفقي شايفين ان سياده اللواء ممكن يساعدنا في الحكايه دي. ربنا يقدرنا سعد بيه واكون عند حسن ظن سعادتك، وان شاء الله من بكره انا هروح نقابه المحامين اايد نفسي بجدول المشتغلين. وانا كمان هروح اسجل نفسي. ايوه يا فندم، سعادتك موضوع المحاماه ده في بالي من زمان. سياده العقيد احنا مختارينك مسؤول الامن للمجموعه والعيله. تحت امر سعادتك اللي تشوفه يا فندم. رفي مد سياده اللواء وسياده العقيد عشان نبدا الشغل فورا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. صدق الله العظيم. قوم قوم يا سامح، اقفل الباب قبل حد تاني من المعزين ما يجي. خلينا اتكلم مع عمتك وبنت عمتك كلمتين كده مهمين. ايه يا ابني؟ تعالي يا غاليه يا اختي، تعالي انت وايمان. ايمان ايمان يا بنتي، تعالي يا بنتي، تعالي يا حبيبتي.
بالمختصر المفيد يا اختي، المرحوم الله يرحمه لكان له اخ ولا اخت، واني اخوك الكبير، وانت دلوقتي ملزومه مني، انت وبنتك، مني انا وابني سامح، نشوف حالكم محتالكم ومالكم وكل حاجه بحق الله عز وجل. بابا لما كنا اجلنا الكلام في الموضوع ده شويه يا ابني، واني قلت حاجه، انا بس بطمن عمتك وبنت عمتك ان هم مش واقفين لوحديهم، وان احنا واقفين معاهم وقت اللزوم، وما تخافوش من حاجه يا اختي ولا تقلقوا. ولا ايه يا غاليه يا اختي؟ ربنا يخليك لينا اخويا. يعني اي مصالح، اي اوراق، اعلام وراثه، سامح ابني هيقوم ويجري ورا كل حاجه، وانتوا كده قاعدين معززين مكرمين. احنا مش مستعجلين يا خالي، وبعدين لو في ورق ولا حاجه انا هعرف اخلصه، انا برضو خريجه حقوق. ايوه يا بنتي، بس الكلام ده لما تعدمونا ان شاء الله. بعد الشر يا اخويا. وطول ما فيه رجاله في العيله هم اللي يجروا ورا كل حاجه، وانتوا كده تقعدوا معززين في بيتكم. انا بابا الله يرحمه علمني اعتمد على نفسي في كل حاجه. يا ايمان بابا ما يقصدش ايه حريتكم يعني ولا حاجه، هو يعني يقصد ان كل حاجه تمشي بالاصول. انا بابا علمني الاصول كويس قوي. انا اذنك استني يا ايمان يا بنتي، أهل زمان قالوا الخال والد وكلامه لازم يتسيب. الله يرحمك يا محمد، يا سلام فتح على روحك. افتح الباب يا سامح. حاضر يا بابا. معلش يا اخويا ما تزعلش، انت عارف ان اعصابها تعبان، قدر برضه ان اللي راح ده ابوه. ما تشدش عليها من اولها. مساء الخير. اهلا، مساء النور. اهلا سعد بيه، اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا شرفت وانست. تفضل تفضل. تفضل يا باشا، تفضل. شكرا. امال ايمان فين؟ دخلت ترتاح شويه، اصلها تعبانه من ساعه اللي حصل. امي يا غاليه، امي اندهلها، سعد بيه في مقام عمها، وما يعوزها واجب تيجي تشوفه. امي اندهلها ولا اماني؟ لا حاضر حاضر. خليكي مرتاحه، ما دام تعبانة عدى عليكم في وقت تاني. لا تاني ولا تالت يا معالي الباشا، معقول؟ ده انت وقتك مش ملكك. قومي يا غالية قومي، ساعة الباشا مش فاضلنا. يا اهلا وسهلا يا ساعة الباشا، والله حضرتك لما بتيجي تزورنا راسنا بتترفع لفوق وبطول السماء. معقولة يبقى الراجل جايلك لحد عندك عشان يشوفك وتسيبيه بره؟ ماما انا مش هخرج غير لما خالي يمشي. يا بنتي حرام عليكي، انت ايه اللي حصل لك؟ ده انت طول عمرك ست العقلين، وبعدين سعد بيه ملوش علاقه بكلام خالك الناشف معاكي. عشان خاطري اطلعي قبل الضيف، ولما يمشي اتصرفي مع خالك زي ما انت عايزه. انا عارفه، انا عارفه انك مش هتدي فرصه لحد يقول ان محمد سلامه الله يرحمه معرفش يا ربي. يلا حبيبتي الله يرحمه. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا بنتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، البيت نور يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل خطوه عزيزه. اتفضل. شكرا. ها حضرتك تحب تشرب ايه؟ يعني لو مش هتعبك يبقى قهوه. تعب حضرتك راح، ثواني وهتكون عندك. عن اذنك. اتفضلي. وانا اقول البيت منور ليه؟ ازيك يا عمر؟ اهلا. ازيك يا باسم؟ الحمد لله. اتفضل.
تصدق انا كنت خايف ان حضرتك ما تجيش لما طلبت ان احنا نتقابل هنا، بس بجد انا عاوز اخد رايك في حاجات كتير قوي في الشغل. وده من غير الشغل. الله، انا عمك رفقي يا باسم، ولا انت نسيت؟ منور يا سعد بيه. الله يخليك. الحقيقه انا كنت جاي اتكلم كلمتين على انفراد مع مدام غاليه وايمان، ده اذا ما كانش في احراج يعني. لا لا احراج ولا حاجه، ما فيش حد غريب، اتكلم براحتك. انا دلوقتي راجلهم واني اللي باخد بالي من كل حاجه ليهم. حضرتك احنا ممكن نقعد في اوضه المكتب لو تحب. احسن يعني احنا مش هنتكلم كتير، الوقت متاخر. عن اذنك يا عبد الغفور بيه. شفتي بنتك بتكسر كلامي ازاي؟ عينك عينك ايه؟ ما تقومي يا اختي، انتي هتقعدي جنبي، ما تقومي تشوفيه ولا هتسيبيه لوحده معاها؟ لا انت، ما انت لسه قايل انه في مقام عمها. وهو يا اختي الكلام عليك جمرك؟ ايه كلمه لزقت خلاص، قومي فزي. حاضر. ايه بتضحك على ايه يا حمار؟ بتضحك على ايه؟ انت لو كنت مليت عين البنت وميلت دماغها كان زمانك دلوقتي متجوزها، وانت اللي قاعد جوه مع سعد بيه بتاخد اليغمة دي كلها. وانا يعني كنت اعمل ايه انا يا اخي؟ جات عليك فلوق مخرص خالص. خد. انا بعدت خالص عن شركة المنتجات الخشبية وشركة الانشاء والتعمير بتوع عمي فوزي الله يرحمه، واخترت مشروع الاسكان بتاع 6 اكتوبر عشان ابدا بيه نشاط الشركه الجديده. كنت عايزك بس تساعدني اضغط على المكتب الاستشاري بتاع المهندس نشأت عشان دراسه الجدوى بتاعه المشروع. ده نفس المكتب الاستشاري اللي احنا بنلجا له لما بقى عندنا ضغط شغل في المجموعه. بالظبط. وانا بصراحه ما بثقش في حد غيره. ايوه بس ده مستحيل. مستحيل انك تكلمهم ولا مستحيل ان هم يقفوا معايا؟ الحقيقه الاثنين. طب حضرتك نورنا، تنصحنا بيه؟ انا اسف جدا. الحال اللي عندي علشان المشروع ده يمشي مش هيعجبكم. شكرا للقهوه. انا ما رضيتش اجيب لكم شيك بحقوق المرحوم عشان ما تعطلش صرفه لحد يعلم الوراثه، وفي اي وقت محتاجين اي حاجه ما تترددوش تطلبوها مني. ايوه بس ده مبلغ كبير قوي يا سعد بيه. ابدا، ده اقل من خدمات المرحوم محمد سلامه قدمها للمجموعه ولي انا شخصيا. بس في حاجه تانية لازم تعرفها ايمان. انا؟ ايوه، المرحوم قبل ما يموت وصاني عليك، كانت اخر كلمه قالها اسمك. ايمان، انت من النهارده زي بنتي. ربنا يبارك لك يا سعد بيه ويكفيك شر الزمن. يا رب. امين. طب استاذن انا عشان الاستاذ عبد الغفور ما يتضايقش من عدته لوحده. ايمان. ايوه. من دلوقتي بيتي ومكتبي مفتوحين لك في اي وقت، وطول ما انا عايش لا تشيلي هم حاجه ولا تخافي من حد. اتفقنا؟ اتفقنا. كده اطمنت عليكي. يلا بينا. شرفتنا يا سعد بيه. مع السلامه. الله يسلمك. جراح يا غاليه يا اخي. احنا هنفضل طول الليل في لعبة حوريني يا كيكة دي ولا ايه؟ ما تجيني دغري، خليني انزل اروح اشوف اهل بيتي اللي سايبهم من امبارح ما اعرفش عنهم حاجة. انا مش فاهماك، انت عايز ايه بالظبط؟ سعد بيه دخل محمل وخرج فاضي، الشنطة اللي كانت معاك دي كان فيها ايه؟ ما تقول كده من بدري، دي شنطة اوراق المرحوم اللي كانت في المجموعة. اوراق؟ الراجل لمها بنفسه وجابها لنا انا وايمان، اصل كان المرحوم موصي عليها. يا سلام، لمها بنفسه للدرجه دي بقى؟ الاوراق دي مهمه.
امال يعني الراجل هيكلف نفسه ويجي المشوار ده كله في الظروف دي على الفاضي يعني؟ ايوه. طب يا اختي ما دام الاوراق دي مهمه قوي كده يبقى ما يصحش تتساب هنا، لازم تتشال في مكان امين عشان تتحفظ بعيد عن العين. وطبعا ما فيش مكان امن من بيت اخوك يا عبد الغفور تتشال فيه الاوراق دي. بس الورق ده بتاع ايمان وخدته خلاص. جرى ايه؟ انت هتقفليها في وشي؟ ماشي 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 يا غالية يا اختي. قوم يا سامح فزي يا حمار، قوم وصل لي الموقف خلينا اروح. بس يكون في معلومك اني راجع لك بكره وهيبقى لنا كلام وقعده كده على رواق. سلام عليكم. ورايا يا زفت. حاضر يا بابا. رغم اني عارف ومتاكد ان اللي هقوله لك ده ممكن يألمك، بس باسم ده ابني ما ينفعش نسيبه كده لانه داخل على الجوازه دي وهو نفسيته مش مظبوطه، ولو احنا سيبناه لحد لما يفوق لوحده ممكن ساعتها يكون فات الاوان والست دي تكون ورطته في حاجه، يبقى من الصعب معاها نعرف نرجعه من تاني. هيرجع يا رفقي. باسم عنيد يا سعد. حتى لو اضطريت اكسر دماغه عشان يفوق من عنده هكسرها، وساعتها عالجه بمعرفتي بس وهو في حضني. الوضع ده ايه؟ بقول لك ايه، لا همضي على اوراق ولا هعمل اي حاجه، انا خلاص الفهم كفيني وعايز اروح. يا فندم مفيش اوراق ولا حاجه، هما حاجتين. الحاجه الاولانيه طارق خلص الاعلان وسلم الشرايط وانا اتصلت بمدام داليا عشان تيجي تتفرج عليه. الحاجه الثانيه يا فندم في ضيف عايز يقابل سعادتك. اجله لبكره. يا راجل في حد برضه يجي له ضيف ويقول له فوت علينا بكره؟ طيب استاذن انا يا باشا. تحت امرك. عم ابراهيم. يا عم ابراهيم. عم ابراهيم. لا يا عم يا ست ألفة. وسعد بيه لسه ما جاش؟ لا لسه ما جاش، بس الجواب ده جالي الست هبه، ولا مؤاخذه شكله كده خلاني اشيله لحضرتك. ده جه ازاي الجواب ده؟ الجنان اللي لقاه مرمي في الجنينه قدام باب القصر وعليه اسم الست هبه. طب متشكره، روح انت نام، تصبح على خير. وانت من اهلك. وهي بتتعامل معاك ازاي؟ لا انا ولا هي بنفكر في اللي فات، خصوصا بعد ما اعتذرت لي عن اللي عملته معايا. وتفتكر هي مأمنه لك بعد اللي عملته فيك؟ ليه لا؟ من مصلحتها انها تأمن لي. مش هتلاقي حد يدور لها الشركه ولا يقومها على رجليها ولا يجيب لها نسبه شغل زي اللي انا بجيبها لها. انت ليه مركز في الموضوع ده؟ الحق عليا يا سيدي اني بطمن عليك. لا يا سيدي تشكر، ركز انت بس في نفسك علشان تقدر تقف على رجليك في السوق من تاني. على فكرة انا لازم امشي بدري عشان عندي مواعيد بكرة الصبح. طب وهشوفك تاني امتى؟ مش من مصلحتنا اننا نتقابل كده عمال على بطال؟ طيب خلينا نتقابل بقى لما يكون في اخبار حلوة عندك. كل ده برضه ولسه معرفتش؟ طب اقولها لك ازاي؟ أنا يا سيدي لاعب الماريونات اللي في صوابعه كل الخيوط اللي بتحرك العرايس اللي موجودين على المسرح، وهو بعيد فوق هناك في المسرح من فوق محدش شايفه ولا حاسس بيه ولا عارفه. تحب أقولك على أسامي كام عروسة من العرايس اللي موجودين في التمثيلية بتاعتي؟ ده أنت تعرفهم كويس أوي أوي أوي. سلمان رجل أعمال الأردني صاحب جريدة الناس، وعزت رئيسك السابق ورئيس الجريدة نفسها. ها عرفت ولا أقول كمان؟ الناس اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول أنا عارفهم كويس، بس لسه ما فهمتش بقى إيه سبب الزيارة. أنا متهيألي مش هتبقى محتاج لإجابة السؤال ده مني
لو انت جاوبت على سؤالي وقلت لي ازاي المذكرات الشخصيه بتاعت حماك خرجت من البيت عنده ووصلت للناس دي. هو حضرتك عايز ايه بالظبط؟ خير، كل خير طبعا. شوف انا مفيش حد اشتغلت معاه ومشي ورايا غير لما شاف مني كل خير، لكن اللي بيستغبى بقى ويسوق معايا العوج اجرك الله اللي بيحصل له. اخرهم خالد الدالي، نسيبك الف رحمه ونور تنزل عليه يا رب. ده تهديد؟ اهو ده يا اخي عيب المصريين، تملي متسرعين في احكامهم. يا راجل يا طيب، حد يقول على النصيحه تهديد؟ ايه باين من لبسي ان انا بلطجي ولا رد سكون؟ طب وغلاوتك عندي الحته دي سنين ولسه اول مره تلمس جسمي. شوف يا ادهم، انا عارف انك ذكي عشان كده جيت لك النهارده على طول. انا جاي لك علشان استفيد من ذكائك وافيدك. طب واذا قلت لك ان انا في غنى عن الاتفاقيه دي؟ تبقى بتحطني في مواجهه صعبه قوي قدام ضميري. حكم حماك ده عزيز عليا قوي، ده عشره عمر، ومش هيهون عليا ابدا اني اسيبه مخدوع فيك بعد اللي انت عملته فيه. ده الكارت بتاعي، في عنواني وتحتي في تليفون، كلمني في التليفون قبل ما تيجي، ما احبش حد يجي لي من غير ميعاد. بونانوت يا كارو. يعني ايه يا سعد؟ نسيبها تنزل عادي كده وتروح شغلها واحنا ما نعرفش الراجل اللي بعت لها الجواب او حتى عايز منها ايه؟ يعني عشان ارجع في كلامي معاها واحبسها في البيت؟ البنت مش ناقصه لخبطه. طب افرض كان في خطر عليها فعلا؟ احنا نأمنها من غير هي ما تعرف. انا زهقت من احساس الخوف اللي بقى مسيطر علينا كلنا. طب نقول لها على الاقل تاخد بالها؟ هنكسب ايه لما نقول لها غير ان هي اعصابها تتوتر وتفقد ثقتها في نفسها؟ سيبيها ماشيه زي ما هي كده واحنا نعمل احتياطاتنا. هخش اشوفها. ادخل. مساء الخير. مساء الخير يا بابا، اتفضل. ايه ده؟ انت بتشتغلي؟ لا ابدا، عندي اتفاقية تشغيل فبراجعها كده عشان عندي اجتماع بكرة الصبح في الشركة. عظيم، كله ماشي كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. من ساعة ما رجعت الشركة مفيش حد ضايقك؟ حد ضايقني؟ ضايقني ازاي؟ لا يعني اليوم دي شركات السياحة كترت والمنافسة بينها زادت، وانتي لسه راجعة الشركة قريب يعني. عموما خلي بالك من نفسك. تصبحي على خير. بابا. ايوه حبيبتي. هو في حاجة؟ لا ابدا، انا بس حسيت ان مشاكلنا الفترة اللي فاتت خلتنا بعاد عن بعض شوية، قلت اطمن عليكي. بيني وبينك من ساعة الشغل اللي جالي في الغردقة وشرم الشيخ وانا في حاجة في دماغي بس جامدة جدا، بس قلت ادرسها الاول وبعد كده اعرضها على حضرتك. انت عايز تعملي حاجة هناك؟ بفكر اشتري حتة ارض كبيرة جدا اعمل عليها قرية سياحية باسم المجموعة، بس بصراحة يعني قلت اشوف هقدر اشغل الكرة السياحية بتاعة العميل اللي عندي الاول ولا لا. انت دلوقتي بتفكري صح وما تخافش عليكي، بس خدي وقتك، الحاجات دي مش محتاجة استعجال. تصبحي على خير. وحضرتك من أهله. أدهم بيه؟ أدهم بيه مالك؟ مفيش يا سمير. مفيش ازاي؟ مين الراجل الغريب اللي كان هنا ده؟ وقال لك ايه شغلك بالشكل ده؟ شبح. شبح؟ شبح ازاي يعني؟ انت طلع عارف عندنا كل حاجه وبيحركنا الحساب واحنا مش عارفين. لا الحقيقه ليك حق تتلخبط، انا عن نفسي مش فاهم اي حاجه من اللي سعادتك بتقولها. اللعبه اللي لعبناها على سعد بيه وجبنا بيها المذكرات طلعت لحسابه، وانا اللي قلت خلاص الدنيا هديت وهقدر اعوض سعد بيه عن اللي عملته فيه. معرفش الراجل ده طلع لي منين،
وطلب مني اساعده واحط ايدي في ايده، وهددني ان لو ما عملتش كده هيقول لي سعد بيه ان انا السبب في ان المذكرات دي وصلت له. يا خبر. طب وسعادتك هتتصرف ازاي؟ اسمع، ده الكارت بتاعه، في عنوانه ورقم تليفونه، عايز اعرف الراجل ده مين وبيشتغل ايه، المعلومات دي تكون عندي قبل ما اقابله تاني. حاضر يا فندم. وتعدي على الاستاذ عزت في جريده الناس، ممكن يبقى عنده معلومات تفيدنا برضو. حاضر، ان شاء الله كل المعلومات اللي سعادتك عايزها هتكون قدامك بكره ان شاء الله بالاذن. عم ابراهيم، عم ابراهيم، تحت امرك يا سعد بيه. خلي البواب يفتح عيني كويس، اي جوابات تانية من دي تاخدها منه وتديها لنا. اطمن يا فندم. ده اول اعلان في حملة الدعاية بتاعة شركة الاسكان اللي في مصر الجديدة، تحب نشوفه دلوقتي؟ اوكي. يا عصر، مشغول في حاجة؟ طيب اسمع وركز في اللي هقوله لك دلوقتي وتجيلي الصبح على المجموعة. ها، ايه رأيك؟ مش عارف، مش شايف انه بسيط خالص وما فيهوش اي نوع من انواع الابهار؟ طب وانا محتاج الابهار في ايه؟ احنا دلوقتي بنعمل مدينة سكنية اسمها بساطة لمحدود الدخل، فما ينفعش ان انا اقدم لهم حاجة فيها ابهار تخوفهم تخليهم ما يروحوش يشتروا هناك. هي وجهة نظر بس لا، فيها مخاطرة جامدة يا هانم. ما هو زي ما قال سعادتك ادهم بيه، ده اول اعلان ضمن حمله اعلانيه كبيره ليها اكتر من شكل وهيئه وستايل. ما هو علشان ده اول اعلان لازم يبقى اقوى من كده شويه، نسيب الشكل ده وندور على حاجه تانية. بس يا ريت بعد كده ابقى اشوف الفكره قبل ما يتصرف عليها فلوس عشان ما ابقاش برميها في الارض. سلام يا ادهم بيه. طب يا باشا حاول احصلها واقنعها بالاعلان عشان احصل منها دفعه تانية عشان فلوس الاول دور. داليا هانم، مدام داليا، مدام داليا، مدام داليا، انا اسف ان انا كنت بندح على سعادتك بالصوت العالي ده. لا ولا يهمك يا فندم. الحقيقه يا فندم واحنا جوه نسيت اكلم سعادتك عن الدفعه الثانيه من التعاقد اللي بين سعادتك وبين الوكاله حسب البند الخامس. طب وماله؟ بس يا ريت بقى قبل ما نتكلم في البند الخامس افكرك انا بالبند الثالث اللي بيقول اني مش ملزمه بدفع اي مبالغ ماليه لو الحمله الاعلانيه دون المستوى. ويا ريت بقى لو تبص على الملحق رقم 1 في العقد اللي بيلزم الوكاله الاعلانيه بالغرامه الماليه في حاله التسويف والتاخير او نزول الحمله بشكل يضر المشروع. يعني تبلغ ادهم بني مش هستنى كتير لحد ما يجيب لي الافكار الجديده. عن اذنك. عايزك تدوري على 2-3 تكون بتثق فيهم وتحطهم حوالين البيت، بلاش خليهم 6 وردية 24 ساعة. هو ساعتك بتشتكي من ايه بالظبط؟ يعني عايزك تتأكد من شخصية اي واحد شكله مريب بيلف حوالين البيت بس من غير مشاكل مع الداخلية. ما تقلقش يا سعد بيه، دي شغلتي يا فندم. ساعتك عارف ان انا متفوق طول عمري في رسم خطط المراقبة والتنقر، ده غير الدورات اللي خدتها في ما تكلميش عن نفسك يا عاصم، انا عارفك كويس. تحت امر معاليك. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. ها رايق ولا رفقي؟ لو لفيت العالم كله مش هتلاقي حد رايق قدي. ده سؤال تسأله رايق ولا يبقى ولا. هات اللي عندك. لا مفيش، هو بس الجماعة اللي احنا اتكلمنا بخصوصهم امبارح عشان الموضوع باسم واقفين بره. دخلهم خلينا نخلص. ماشي.